ولكن بس خليني اقول يعني شهاده حق فعلا، ومش عشان احنا بنتكلم عن تحديدا مصر، بس بجد الام المصريه والواحد يحلف من هنا لبكره بجد مختلفه تماما عن اي ام في العالم. بجد الام المصريه وحضراتكم اكيد شايفين هي بتبقى بتعمل ايه عشان ولادها، وبجد يعني ربنا يخليهم كده على طول لينا، وربنا كمان يديهم الصحة ويسعدهم زي ما هم بيضحوا علشان يسعدونا في حياتنا. الأم المصرية هقول غير ونقطة، مش هنكتر عن كده. بكل حال احنا معانا بعض الرسائل، خلينا برضو نستغل دلوقتي الفقرة. كنا قلنا في أول حلقة ونعرض بعض بالضبط، كنا قلنا أن حضراتكم لو عندكم أي رسالة تحب تبعتوها للأم بشكل عام ابعتوها لنا، وقد كان مجموعة كبيرة من الرسائل. هنبتديها معاكم بإيمان حسن بتقول الله يرحمك يا أمي عيدك في الجنة إن شاء الله. ليلى محمود بتقول أول مرة يجي عيد وانتي مش معايا، ربنا يرحمك يا أمي. طبعا ربنا يرحم جميع الأمهات يا رب، يعني ويدي الصحة لكل أمهاتنا. طبعا عبدو الشريف يقول كل سنة كل أم أهلوية وغير أهلوية بخير. فرانسيس ساروكا كل سنة وأمي بخير وطيبة وبصحة وسلامة كل الأمهات. كريم الشافعي حلوة دي بقى، كل سنة وأم ولدنا قفشة طيبة. أسامة عصام كل سنة وأنتم طيبين. أحمد مصطفى كل سنة وأمي وكل الأمهات بخير وسعادة يا رب، يديهم الصحة والعافية يا رب العالمين. ما فيش حاجة أحسن من دعوة أمك الجميلة، يا رب ديمها نعمة يا رب العالمين. يوسف حمادة كل سنة وأمهاتنا بخير والله يرحم أمهات المسلمين. عبدو شعبان كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وصحة وسعادة. المحترم بيقول أمي أدامك الله نعمة في حياتي. وحسن ميلانو أنت السند، أنت المدد، أنت الحمى في الشدد. حلوة جدا. نجوى محمد كل سنة وانت طيبة يا مامتي. إيمان عليوة ربنا يبارك في أمهاتنا ويرحم أمهات المؤمنين. أحمد سيد الأم العظيمة. يوسف ربيع كل سنة وكل الأمهات بخير وصحة وسعادة يا رب. حسن عبد الجيد كل سنة وكل الأمهات بألف خير وصحة وسلامة. أحمد أبو عيد كل سنة وأمهاتنا طيبين وبخير. هاني محمد ده بقى من التوب فانز، كل سنة وكل أم أهلوية بخير وبصحة وسعادة وهنا وفرح، أمين يا رب. وطولة العمر والعمل الطيب والرزق الحلال والستر فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض عليه أرق وأشيك وأحن وأجمل أمهات أهلوية. بس هنقول أمهات العالم وأمهات مصر، يعني معلش هنا الدعوة تبقى عامة، لأن الأم الأهلوية والغير أهلوية أم هي أم في نهاية الأمر. يعني شحتة بيقول كل عام وأنت بخير يا أمي وبصحة وسلامة وسعادة وراحة بال يا رب العالمين. ومجدة إبراهيم كل سنة كل عام وكل أم بصحة وعافية، ويطول عمر كل أم لأولادها ويبارك فيها. نختم بقى مع حضراتكم مهند علي كل عام وأمي بخير وصحة وسلامة. وعبدو شعبان أخيرا كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وصحة وسعادة. زي ما قلنا لحضراتكم يعني ده بيبقى دايما جزء من المبعوث، بس يعني الرسائل حلوة جدا، إن شاء الله كل الدعاوي دي تكون من نصيب الأمهات. طيب.